وتعالى ما أمهله الجلاوز جاءوا إلى الإمام دفعوه من على مصلاه فوقع على حر وجهه. رفع الإمام رأسه قال له الجلواز قم يا جعفر. قال أمهلوني حتى أرتدي عباءتي خلي الجبة. قالوا إلى ليس إلى ذلك من سبيل. قال أنا ما علي إلا قميص وإزار. قالوا لنجيبك على الحال الذي أنت عليه. وقف الإمام قال إذا كل ولا بد ها أمهلوني قليل حتى ألف العمام على رأسي. قالوا له أمر المنصور بأن نخرجك حاسر الرأس. طلعوا الإمام أراد أن يضع رجله في نعله. قال له الجلواز يا جعفر وحافي القدمين. وتصور عاد إمامك ها 68 سنة شيبة بهية. انت لو تشوف واحد بالطريق مسن شيبة بهية يهان أمامك ما ترضى. يوقرونه يبجلونه. فكيف بزعيم المذهب الإمام صلوات الله عليه. وقف أمام باب الدار. هذا ركب على جواده ذاك ركب على بغلته. الإمام ينظر ينتظر يجيبون إلى بغله جواد حتى يصعد عليها. وإذا ها شوية وإذا بهم قد جاءوا بالحبال وضعوها في يدي الإمام بأبي وأمي وجروا إمامنا من خلف جياده إلى أن جاءوا به إلى المنصور. دخل الجلواز قال لقد جئنا بجعفر أندخله عليك. قال لا أوقفوه على الباب 3 ساعات خلي يحس بالمهانة بالذل. أوقف الإمام والإمام شيبة بهية كالسعفة في مهب الريح من الضعف. إمامك واقف أمام باب المنصور يرفع قدما ويضع أخرى. وإذا بدموع تترقرق على وجناته على كريمته. سيدي ما الذي يبكيك؟ أنتون أهل البيت أهل الصبر لا تجزعون من مصيبة. جدك الحسين استخرج سهم مثلث من قلبه وهو يقول بسم الله وبالله. وجدك أمير المؤمنين طبر على رأسه وهو يقول فزت ورب الكعبة. متعودين على الألم متعودين على المصيبة. عندك سيدي ومولاي. قال تذكرت عمتي زينب. أنا موقفيني 3 ساعات لكن ماكو الشمس على رأسي ضاربة تضرب وما عندي أطفال. ساعة رقية ساعة طفلة أخرى يلوذون بعمتهم زينة. وتذكرت زين العابدين والجامعة على صدري. قليل أدخلوا الإمام على المنصور أشاح بوجهه عنه ثم التفت إلى الإمام فأشبعه سبا. سب أمير المؤمنين سب فاطمة. والإمام منكس راسه. أهان إمامنا أخرجوه من عند المنصور إلى دار. والأعظم عندما أرجعوه إلى المدينة بعد في ظلمة الليل بينما الإمام بين أهله بين أولاده وإذا بالصرخ من صحن الدار تتصارخ النساء. خرج الإمام وإذا بالنار قد أضرمت في دار الإمام. وصار الإمام يطفئ تلك النار إلى الصباح مع بعض شيعته. استخبرت الشيعة ترى إمامكم أحرقوا داراه وينكم عنه. إجوا الشيعة إلى الإمام استأذنوا بالدخول وإذا بالإمام جالس في زاوية واضع راسه بين ركبتيه يتمايل من البكاء.
إجول الشيعة حاطوا بالإمام سيدنا مولانا يا ابن رسول الله أصيب أحد من أهلك حتى تبكي؟ قال لا، الله سلمهم كلهم. قالوا يا ابن رسول الله ما الذي يبكيك؟ أتبكي على جرأة القوم أم تبكي على النار؟ فإنها ليست المرة الأولى التي يضربون النار في بيوتكم. يا ابن رسول الله نسيت جدتك فاطمة النيران تلهب وهي تصرخ من خلف الباب ومحمدا؟ أم نسيت عمتك زينب؟ النار تلتهم في خيامها وهي من خيمة إلى خيمة تبحث عن الأطفال والنساء. رفع راس الإمام يكفكف دموعه بكمه، قال اللي أبكاني موقف مؤلم. قالوا بلى يا ابن رسول الله. قال لما أضرموا النار أنا كنت أطفئ النار، حانت مني التفاتة وإذا بوحدة من أطفالي على باب الدار متحيرة نايمة، سمعت الصرخة طلعت متحيرة، شافت النار اندهشت، تذكرت عمتي زينب عدها 60 طفل وطفلة وعدها عليل مسجى. أنا نسائي من خيمة إلى خيمة يتفارار الصراخ وأنا وياهم بالبيت، فكيف بمن أضرموا عليها النار ورأس أخيها على الروم؟ أجركم الله، أحسن الله لكم العزاء. في مثل هذا اليوم إمامنا كان يتقلب على فراش المني، دس له المنصور سما نقيعا قاتلا في رطب، صار إمامنا يتلوى على فراش المنية، يضع يدا ويقبض أخرى، أخضر لونه انتحل جسد الإمام. التمت العائلة من حول إمامنا، هذه تقبله، هذه تودع، هذه تعدل على فراشه. فتح عين الإمام وإذا برأسه في حجر الكاظم، أدار عينه في العائلة، قال الله الله في صلاتكم، فليبلغ الحاضر منكم الغائب، الله الله في صلاتكم، فإن شفاعتنا لا تنال مستخفا بصلاته. آجركم الله، أحسن الله لكم العزاء. وعند احتضار الموت قال له بني أضجعني على سريري، أضجعوا إمامنا على سريره. وعند احتضار الموت مد رجليه أسبل يديه، قرأ الإمام سورة ياسين، فلما ختمها صاح في أمان الله، في دعة الله. أغمض الإمام عينيه، أطبق شفتيه، انقطع نفسه وفاضت روحه. وغريبا وشهيدا ومظلوما، سيدي شيعتكم محترقة قلوبهم هاليوم. تعرف ليش مولاي؟ لأن احنا إذا قرأنا على الحسين احنا نعرف أكو مواكب عزاء معزين، يا داخلة إلى الضليع يا طالعة من عند أبو علي. وإذا قرأنا على الكاظم آلاف مؤلفة رايحة عند الإمام،
وإذا قرأنا على أمير المؤمنين ضريح مليان، وإذا قرأنا على الإمام الرضا، وإذا قرأنا على بقية الأئمة اللي عندهم أضرحة إلا البقيع، ماكو أحد بيا شيعة. ما أدري البارحة وضعوا شموع على قبر الإمام، سمعنا ونا بالبقيع، وهاليوم الحين هاللحظة هادي الإمام عند زوار، أكو مواكب عندك سيدي؟ قال لنا لا، ما أحد على قبري. وين؟ لكن إحنا ما آتمنا سيدي ومولاي نسويها إلك البقيع في هاليوم، ونعني للولى ويا أمك الزهراء ويا كل فاقد ويا شيعتكم سيدي ومولاي. جعفر الصادق يا شيعة اليوم يصعب منظره، يجذب الولى وينازع والكبد متفطره. يستاهل الإمام الولى ويستاهل الدمعة. لا تشوفون يا شيعة بين أهله وعزوته واليتامى تصيح كلمة تشوفه يجذب ونت، هذا يلطم على صدره وهذا يسجب عبرته، وهذه من عظم المصيبة بحالها ما يندر. أسبل الإيدين والرجلين مدها يحتضر، وموسى بن جعفر يا ويلي خلى راسه بالحجر، غابت انفاس الشريفة وموسى دمعه ينهمر، قباله فاضت بالظليمة روح ابو المطهر. وسيدا بالمدامع بالمدامع والكثيرة شيعوا نعش الشفيع، وإح قلبي والصلاة بجنازة أرض البقيع، ومنظر الأيتام من حول القبر منظر فجيع، تبكي ضيعتها بعد عينه وهي متحيرة. أنزلوا الجنازة، جاء الإمام الكاظم استل الجنازة، مدد الإمام في قبره، كشف عن وجهه ودع والده، حانت منه التفاته يسمع صراخ على يمين أولاده وعزوته، على شماله أكو الشيعة ناشرين أعلام السود. قام ينتحي بالإمام الكاظم، تمايل من المصيبة، إيش عندك سيدي تبكي على أبوك؟ مو لكن الكاظم يا شيعة رغم كل هالمعضلة هانت عليه الرزية من تذكر كربلاء، وجده اللي جفن التريح ودمه غسله، وعزوته وانصاره اللي توسده حر الثرى، جعفر الصادق بهيبة تشيع كل شيعته، ما بقى مطروح وخيول الأعادي داست. وحسينا وسيدا ليش رايح إلى كربلاء؟ اليوم عندنا مصيبة بالبقيع،
اليوم عندنا مصاب عند الإمام. قال بلى لكن الإمام الكاظم لما أن أهال التراب وجلس على قبر أبوه راحت بوين راح فكرة راح إلى كربلاء. وتذكر موقفين الإمام، خليني وياكها. الموقف الأول اللي تذكر الإمام الكاظم لما أن أنزل الإمام زين العابدين الإمام الحسين في قبره، يقول الله صار بيك يا زين العابدين، أنا نزلت أبويا صحيح البدن ما تحملت، كيف بمن أنزل والده وضع الأشلاء على بعضها البعض. الله يساعد قلب أبو محمد السجاد من عاد يلحد والده ويدفن الأجساد 70 جثة اللي دفنها كهول وأولاد بقبور ناس وناس حطهم بالحفير. وإماما الإمام كان عند قبر والده لما أن أنزله بباريته وإذا برجل منها من بني أسد قد أقبل بطفل ملفوف في خرقة. قال لي سيدي هذا الطفل من بني هاشم لو من الأنصار، ما كراس بالجثة ندفن وين؟ نخلي ويا الأنصار لو ويا الشهداء لو نحفر إلى قبر لوحده. قال جيبوه هذا أخي عبد الله الرضي. وإذا بصوت من منحر الحسين ولدي علي ضع ولدي على صدري. شيخ العشيرة أبار يا جثة بلار خلى على صدره الطفل محمود لنف ويم الشريعة وسد جنازة العب الجاسم أخوانه بكتر شيخ العشير. وأحسن وإماما هذا البيت وأسألكم الدعاء بعد الموقف الآخر يا شيعة. الإمام تذكر عمة زينة، أنا جبت الوالد النساء كلهم إجوا ودعونا على المغتسل لما خلينا بنعشة ما حد منحهم، ما سمعنا علوية أهينت، ما سمعنا علوية ضربة ودعوا. ما أدري زينب لما أن جاءت عند مصرع الحسين في أي لحظة ودعت زينب وبأي صورة ودعت زينب على لسان الحوراء. زينب تقول أني سمعته ون وتقربت لي، سمعته ون وتقربت لي، شفت الولي متوسد ايدي مو بس جرح واحد وداوي يا جرح شدا يا جرح خلي تقلب اخوها الحسين اي جرح يألمك ابو علي. فتح عيون الامام الحسين يا زينب كل جرح بعضا يعوفي عوفي بس جرح المثلث ايدك عليه عاد اللي معاذني يا زينب. بعد قال تشم حسين وتقلب لجرحه ولأن الشمر يوكزها برمحه يقلها تقومي لو اذبحك فوق ذبحه وخليها بطول الدهر تذكر